ثم تحدر وانهمر والخير في بلد استقر والعلم شاع بنوره وأضاء عقله. والله المدرسة هنا من ناحية التربية يحرصون على التربية قبل التعليم، فهي الأساس، فإذا في تربية بيكون في تعليم ناجح. وأنا لمست هذا من الاستقبال من أول مرة من العام الماضي والسنة هذه، فكان أساسهم التربية السليمة والحرص على التربية. أصنا في الفكر وشعارها الإتقان في زمن التهافت للخور غيث تحدر وانهمر والخير في بلد استقر والعلم شاع. اللي لاحظته صراحة جميع المعلمين بدون استثناء كانوا على قدر عالي من المسؤولية والتعامل مع الأبناء وبكل أريحية وأنا أشوفه يعني مع الطلاب عموما، يعني الكلمة الحنينة والتربية السليمة هي الأساس في البداية. وكمان وكيل المدرسة الأستاذ عيد يعني كان من خيرة الناس اللي تعاملت معاهم أولا بالتلفون، وبعد كذا بعد ما جيت استقبلني استقبال حافل صراحة، وكان له دور كبير. عبد العزيز بن هذال الدوسري القنصل السعودي في جمهورية جنوب أفريقيا. دارس المجد أنا طبعا أنا ساكن قريب من هنا، فكنت ألاحظ البناء في بداية البناء والتشييد، فبعد كذا أنا بحكم عملي يعني خارج المملكة كانوا معاي موجودين في الخارج، ولكن لما انتقلت إلى دولة أفريقية فضلت أنهم يتعلموا هنا. وسألت كمان واطلعت على الأخبار المتداولة عن المدرسة وعن أن لها كذا فرع يعني. فالحمد لله وجدت أنها أنسب مدرسة للابن. والله لاحظت أنا بعد رجوع الابن لاحظت أنه ما شاء الله المستوى عنده تحسن كثير تحسن، فالآن صرت أعتمد عليه في بعض المطاعم وأخليه يتكلم ويطلب باللغة الإنجليزية، والحمد لله كان مستوى جيد. أنا بعد ما عرفت أنه مدارس المجد فتحت هنا قسم الدبلومة الأمريكية، فأنا بإذن الله يعني راح ألحق الابن، وبحكم أن اللغة الإنجليزية هي لغة العصر يعني، فبإذن الله إن شاء الله راح ألحقه يعني بدون أي تردد. طبعا أوجه الشكر لجميع المعلمين ولمدير المدرسة والوكيل الأستاذ عيد والجميع بدون استثناء صراحة، ألف شكر. وأنا عاجز عن الشكر والتقدير لكرم الضيافة والاستقبال للرائحة صراحة. نقشت في صخرتها العبر غيث تحدر وانهمر.